ناقشنا أعزائي المشاهدين في الحلقات السابقة عن تساؤلات حول مصادر الإسلام عن الأساطير الإسرائيليات النصرانيات الشعر الجاهلي الحنيفية والصابئة والفارسية الزردشتية. فهل لديك شيء عن هل لديك تساؤلات أخرى؟ وماذا عن أصول الجاهلية؟ الواقع أن أكبر مؤثر في الإسلام هو البيئة اللي عاش فيها. نعم. البيئة الجاهلية الوثنية. فتأثر أيما تأثر بهذه البيئة، خاصة عندما أراد أن يصنع تصالحا مع القرشيين الجاهليين والناس الموجودين. ففي تأثيرات كبيرة أوي أوي أوي. هل لديك قرائن لهذا الأمر؟ شوف عزيزي، أكبر حاجة بتشهد لهذه عدة أمور أنا عندي هبتدي بها من دائرة المعارف البريطانية، ودي نتيجة أبحاث متخصصة مش على إنها بتاعة تاس أجانب يبقى لا، دي أبحاث بتقوم بأبحاث علمية. نعم. ففي دائرة المعارف البريطانية الجزء الأول صفحة 1047 بيقول: يرى الباحثون أن الديانة العربية الوثنية هي أصل الديانة الإسلامية. بالبلدي كده والمعروف. الشيخ عبد الخليل عبد الكريم في كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية صفحة 8 إلى 12 قال إن العرب في الجاهلية هي مصدر الكثير من الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد التي جاء بها الإسلام أو شرعها، حتى يمكننا أن نؤكد ونحن على ثقة شديدة بأن الإسلام ورث من العرب الجاهليين الشيء الوفير بل البالغ الوفرة في كافة المناحي التعبدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية. نعم. ويضيف إلى هذا في نفس الكتاب صفحة 8 قوله: بل إن هذا ما إن هناك مجالا يحرص دعاة الإسلام على إغفاله أو التعتيم عليه، وهو المجال الديني أو التعبدي، فالكثير من القراء قد يدهش. هو طبعا كتابه الشيخ خليل بتاع الجذور التاريخية بيقول قد يدهش القراء. نعم. وأنا بقول برضو قد يدهش المشاهدين عندما يعرف أن الإسلام قد أخذ من الجاهلية كثيرا من الشؤون الدينية أو التعبدية. نعم. تسألني طيب الشيخ عبد الكريم حدد مثلا إيه هي الحاجات دي؟ طبعا ضمن الشيخ عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية الكثير من هذه الشعائر التعبدية. نعم. منها تعظيم الكعبة في كتابه صفحة 15، فريضة الحج والعمرة والمناسك في صفحة 16، شهر رمضان في صفحة 18، تحريم الأشهر الحرمي في شهر 18 في صفحة 18، تعظيم إبراهيم وإسماعيل في صفحة 19، الاجتماع العام يوم الجمعة في صفحة 21. ده شيخ بيقول الكلام ده وبيقول بيأكد، وبعدين دي حاجات فعلا كانت موجودة في الجاهلية وانتقلت إلى الإسلام. من هو هذا الشيخ؟ هل هو من رجال الدين الإسلامي؟ وماذا قال عن الكعبة أيضا؟ شوف الشيخ خليل عبد الكريم من شيوخ الإسلام المعممين واللي لابس الجبة والقفطان، وكان خريج الأزهر ومحاميا شرعيا في مصر. في أي وقت؟ في مصر. ما ماتش أكتر من يمكن 5 سنين. مات، لكن كان موجود في مصر ومطلع كتب كتير. نعم. النص المؤسس جزء أول وجزء تاني وحاجات كتير خالص. الشيخ عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية في صفحة 15 يقول: على الرغم من وجود 21 كعبة قبل الإسلام
في جزيرة العرب، فإن القبائل العربية قاطبة أجمعت على تقديس كعبة مكة، ده في الجاهلية. نعم. وحرصت أشد الحرص على الحج إليها، ده في الجاهلية. شوف بقى القنبلة يقولها إيه، وجاء الإسلام فأبقى على تقديس الكعبة ومكة، وأطلق عليهما القرآن العديد من ألقاب التشريف المعروفة. وجاء في الموسوعة العربية الميسرة دي صفحة 1465 كانت الكعبة معبد قريش الأكبر، وكانت مقر أصنامه. وجاء في وثيقة الكشوف الأثرية بالجزيرة العربية على الإنترنت كان بالكعبة 360 صنما يعبدها العرب، وكان الله القمر هو الله أكبر بتاع هذه الأصنام، أكبر هذه الأصنام. هذا عجيب. وما هو مركز الكعبة بالإسلام؟ أيوة. سؤال جميل. في سورة المائدة آية 97 نعم. يقول لك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام، طب ما هي كانت اسمها البيت الحرام وكانت اسمها الكعبة وهي معبد أوثان، ومعبد أوثان كما تقول. البقرة آية 127 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. إبراهيم اللي رفع القوائم، مشكلة كبيرة. هل في الحق في الحقيقة بنى سيدنا إبراهيم كعبة مكة؟ هذا سؤال يسأله الكثيرين ويؤمن فيه أنه إبراهيم هو اللي بنى الكعبة. هذه من الأمور الغريبة حقا على التاريخ والآثار والكتب المقدسة السماوية. نعم. غريب غريب. شوف عزيزي، لم يذكر الكتاب المقدس قط أن إبراهيم ذهب إلى الجزيرة العربية أبدا قط. كان في فلسطين، ذهب إلى مصر، رجع من مصر إلى فلسطين عبر صحراء سيناء، ولم يتجاوزها قط في رحلاته. ده أنا عايز أقول لك حاجة، كتب التاريخ والآثار القديمة لمنطقة الشرق الأدنى والجزيرة العربية ومنها Who built the كعبة، من الذي بنى الكعبة؟ The Muslims most holy place of worship، أقدس مكان عبادة المسلمين، للكاتبة دبليو ال كاتي، نشر سنة 2001، والبحث مؤيد بخرائط جغرافية لرحلات أبينا إبراهيم الخليل، خلصت فيه الكاتبة إلى هذه النتيجة أن إبراهيم لم يذهب إلى الجزيرة العربية أبدا قط. وحول هذا الموضوع وهو بناء إبراهيم للكعبة، جاء في دائرة المعارف الإسلامية الجزء الأول وصفحة 77 بيقول الآتي، بيقول ولم يذكر قط أن إبراهيم هو واضع البيت، ده في دائرة المعارف الإسلامية، مش كتاب هنا ولا هنا، دائرة المعارف الإسلامية صفحة 77، ولم يذكر قط أن إبراهيم هو واضع البيت، ولأنه أول المسلمين في الصور المكية. صور المكية كلها ما تذكرتش أن إبراهيم، أي سيرة عن إبراهيم. أما الصور المدنية فالأمر فيها على غير ذلك. فإبراهيم يدعى حنيفا مسلما، الله ما تذكرش ليه بقى في المكية كده، لا ده في المدنية سوري، وهو واضع ملة إبراهيم. نعم. ورفع مع إسماعيل قواعد بيتها المحرم الكعبة كما قيل في البقرة 118. وسر هذا الاختلاف بين مكة صور المكية والصور المدنية، نعم، أن محمدا كان قد اعتمد على اليهود في مكة أولا، فما لبثوا أن اتخذوا حياله خطة عداء، فلم يكن له بد من أن يلتمس غيرهم ناصرا،
هناك هداه ذكاء مسدد. مش هداه الوحي، هداه ذكاء مشدد إلى شأن جديد لأبي العرب إبراهيم. وبذلك استطاع أن يخلص من يهودية عصره ليصل حبله بيهودية إبراهيم، تلك اليهودية التي كانت ممهدة للإسلام، ولما أخذت مكة تشغل كل تفكير الرسول، أصبح إبراهيم المشيد لبيت هذه المدينة المقدس. عارف لو قريت الكتاب ده في أي كتاب تاني يقول لك إيه؟ لا دي إسرائيليات، لا ده الخواجات اللي عاملين كده المسيحيين، لكن ده في دائرة المعارف الإسلامية. يا لعجب العجاب، ملايين من الناس غريبة تؤمن بغير هذا الكلام. تقول إيه؟ نعم. تقول إيه يا عزيزي؟ ماذا عن شعائر الإسلام مأخوذة من الجاهلية؟ نعم. ماذا عن شعائر الإسلام المأخوذة من الجاهلية؟ نخش بقى في الجد. أول حاجة مأخوذة من الشعائر الجاهلية شعائر الحج. الحج. فريضة الحج. نعم. حج بيت الله الحرام. حج من استطاع إليه سبيلا. سورة آل عمران 67. نعم. ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا. فالحج ركن أساسي من أركان الإسلام. نعم. الدكتور علي حسني الخربطلي في كتابه الكعبة على ممر العصور صفحة 24 في سلسلة اقرأ شهر مارس سنة 1967 قال إيه؟ قال كان العرب قبل الإسلام يرحلون إلى مكة من كل مكان من الجزيرة العربية في موسم الحج من كل عام لتأدية فريضة الحج قبل الإسلام. قبل الإسلام. إذن ما معنى الحج وكيف ما معنى الحج؟ الحج في دراسة قوية وجميلة معمولة المعنى ده. رائع، هتصدم المشاهد. صدقني. يقول الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جزء 5 صفحة 223 يقول إن كلمة حج مأخوذة أصلا من حك من الاحتكاك. من الذي قال؟ جواد علي في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. نعم. ويوضح كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني صفحة 247 العلاقة بين حك والاحتكاك وبين الحج. يعني حج ح جيم، بيقولوا المدارسين دولت ان اصلها ح كاف حك، فايه العلاقه بين الاثنين؟ بيبينوا بقى الشهرستاني، قال لك انه كان يمارس، خد بالك والمشاهدين خدوا بالكم، انه كان يمارس في الحج طقس عجيب وهو الاحتكاك بالحجر الاسود. غريب. وتوضيحا لمعنى الاحتكاك بالحجر الأسود نور التعليق الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام يقول إيه؟ أنه كان هناك طقس لدى الجاهليين، اسمع من فضلك، تؤديه النساء في الحجر، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض. ذكره قبيح. وقد كان دم الحيض عند المرأة، ده بيقول كده بيكمل الراجل، دم المرأة، دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد، فمن المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح. يعني لو سمح نكتفي بهالقدر لأنه هذا ذكره فعلا قبيح. دعنا نتحول إلى سؤال آخر، ماذا كان هدف الحج؟ بس أنا عايز أقول لك حاجة، يعني أشياء مش لائقة الحياة. إذا كان ده معنى الحج في الجاهلية، ما أصل يعني عشان توضح حاجة تسلط على الضوء. لكن هنعمل إحنا رخين تعتيم ونمرر، لازم تتفضح الأمور عشان الأخ المشاهد يقدر يشوف إيه الأصول، لكن هما بيعتموا واحنا نعتم، طب ما هيطن الانسان في ظلمه.
لكن لازم تسلط الأضواء على الحقائق. ده معنى الحج في الجاهلية، احتكاك بالحجر الأسود، لأن جاية منها كلمة حكة، حجة بالحجر الأسود، واخد بحتك؟ طيب إيه معناه بقى في الإسلام؟ بيروحوا يحتكوا برضو بالحجر. سألتني عن هدف الحج، نعم. مش كده؟ هدف الحج في الجاهلية كما تقول دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3565 3565 بتقول يا سيدي 3400 وممكن الناس التقصي من هذا، ودائرة المعارف الإسلامية موجودة ومتوفرة في الأسواق. أيوة شبه بتقول لك هدف الحج، هدف الحج كان يقام في الجاهلية كل عام سوقان في شهر ذي القعدة، أحدهما في عكاظ والآخر في مجنة، وكان يتلوهما في الأيام الأولى من ذي الحجة سوق ذي الحجة المجاز. وتضيف اقترن الأسواق العظيمة التي تقام في ختام موسم جني البلح بالحج، وكانت هذه الأسواق أهم شيء عندهم، كانت سوق تجارية. موسم جني البلح هذا كان هناك معنى آخر للموسم، يقول عنه الدكتور سيد القمني في كتاب الأسطورة في التراث صفحة 165 تزيدنا اللغة تأييدا في تعبير موسم الحج، فإن كلمة الموسم كلام غريب لازم يتعرف رغم أنه قبيح، تعني زمن الاحتفال بالوسم أو احتفالات الخصب والمومس. وسم أو موسم جاية من مومس، هي المرأة المومس هي المرأة الموسومة بالزنا، مع ملاحظة انتشار الموامس في مكة قبل الإسلام. يا ساتر. ويزيد الدكتور سيد قمني في كتاب الأسطورة في التراث صفحة 160 يزيد الأمر وضوحا أنه كان في الكعبة أيضا الإله هبل، وهو إله الخصب، وصاحبته. اسمع يا أخي المشاهد، معلش الكلام مرير على نفسي لكن لازم أقوله ونسلط الأضواء عشان تتكشف الحقائق. وصاحبته طقوس جنسية تفشت تفشيا عظيما في مختلف تلك المناطق، وكان يدعم قولنا عن وجود عبادة جنسية في عبادة مكة اليمنية. الإله بتاع مكة جاي من اليمن أصلا. ويجمل الدكتور القمني في كتابه التراث في الأسطورة، الأسطورة في التراث، الموضوع بقوله: كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوص والخصب. وعشان كده كان في عادة في الجاهلية كانوا بيلفهم حوالين الكعبة عراية، يروحوا يحجوا عراية. ودلوقتي نفس النظام مأخوذ، بيروحوا شبه عراية حرام، ليه؟ لأنها كانت الشعيرة في القديم أنهم بيروحوا عراه. نعم. وماذا عن مناسك الحج في الجاهلية أيضا؟ يعني الحج في الجاهلية عشان نعرفه في الإسلام يبقى شكله إيه. نعم. فالشيخ خليل عبد الكريم في كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية صفحة 16 يقول: كان العرب في الجاهلية يقومون بذات المناسك التي يقوم بها المسلمون حتى يومنا هذا. ذات المناسك ايه هي بقى؟ التلبية، لبيك اللهم لبيك، دي من الجاهلية. الإحرام وارتداء ملابس الإحرام، وسوق الهدي، والوقوف بعرفات، والدفع في مزدلفة، والتوجه إلى مني لرمي الجمرات ونحر الهدي، الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، وتقبيل الحجر الأسود تعظيما له، والسعي بين الصفا والمروة. وكانوا أيضا يسمون اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية،
وتبدأ من العاشر أيام مني ورمي. تمام تمام زي مناسك الحج في الإسلام، لم يتغير فيها شيء على الإطلاق. لمس الحجر الأسود ماذا يعني؟ كانوا انت عارف الجزيرة العربية أرض متسعة والناس قلة، فكانوا عايزين يخلفوا كتير. كان الإنسان زي الحيوان في تسابق مع الخلفة والنسل عشان يملوا الدنيا، فكانوا عايزين يخلفوا. فالعوانس واللي ما بيخلفوش كانوا يروحوا في الحتة ديت، والزواج الجماعي عشان يحصل حمل، فكانوا الستات يروحوا على الحجر وهم عراي، الحجر محطوط ويروحوا يحتكوا فيه بأعضائهم اللي فيها الدم علشان خاطر ياخدوا بركة، والروح يأتي من هذا الإله الحجر الأسود ده إله يديهم الروح علشان يتولد عيال. هكذا كانوا يفهمون في الجاهلية، وهذا ما تثبته المراجع اللي احنا بنقراها. أشياء فعلا يستغرب لها العقل والمنطق ولا يقبلها، جات صعبة. صعبة يعني إذا كانوا هم بيقدسوا الحجر الأسود في زمان عشان هذا السبب، طب ليه في الإسلام بيقدس هذا الحجر الأسود؟ أنا أعتقد أن احنا نتيح فرصة للحجر الأسود في لو سمح البرنامج في جلسة قادمة. نعم. يأتي في خاطري آية ذكرت في المزامير يقول فيها الرب: هلما نتحاجج، يقول الرب: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت كم حمراء كالدودي تصير كالصوف. هذا جاء في أشعياء: قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمي، أي المسيح. بعيدا عن الحجار السوداء والبيضاء، هناك أحد الأشخاص الذي سأل: لقد بدأت فعلا في الطريق الجديد والحمد لله وشكرا وشكرا لبرنامجكم، ولكن أريد أن أعرف ماذا أفعل بعد ذلك. حلو جميل، نشكر ربنا، ربنا يبارك كل النفوس التي بدأت ويزيد البادئين مع المسيح لينالوا حياة وحياة أفضل. بقي أن تتعامل مع الله كأب، اسمع صوته في الكتاب المقدس، كلمه كابن في أي حاجة يعن لك أنك تكلمها له. حديث الابن لأبيه، خلي فيه علاقة شخصية بينك وبين الله. إذا أخذت المسيح في قلبك صرت ابنا لله، وصارت علاقة حبية تربطك مع الله. كلمه في أي حتة وفي أي موقع وبأي كلام، تجد أنه بيصغي ليك وبيستجيب صلاتك. شكرا جزيلا يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. آمين. ونحن نأتي إليه ونرفع قلوبنا إليه. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. شكرا جزيلا.